العافية ويسعد صباحك. حياك الله ويانا اليوم الفنان نائل السعيد. يا هلا وسهلا. هلا وسهلا. هذه تانغو صح؟ تانغو كومبارسي تانام. جميل. ما شاء الله. طبعا يعني رجعنا يعني سنوات ويعني يمكن اكثر من ربع قرن. يعني مظبوط. قبل ان نتكلم عن الاله هذه الفنان نائل خبرنا عن بداياتك وشغفك بهذه الاله. والله انا والدي من يوم كنت صغير جرب معي حالات كثيره، حطني بنادي رياضي كره قدم ما نفع، حطني سباحه ما بعدين حطني معهد موسيقى نفع. نعم. فاشترى لي آلة أكورديون صغيرة. نعم. وبالمدرسة شوي شوي مع المدرسة شوي يعني تحسنت شوي. وبعدين سافرت للاتحاد السوفيتي سابقا. نعم. عملت هندسة مدني. وبعد الجامعة انتسبت لمعهد كمان تعليم موسيقى فتعلمت آلة الأكورديون وآلة البيانو. ما شاء الله. جميل جميل. يعني بديت ويا الرياضة ويا الموسيقى ويا الهندسة. يعني كان والدي بده يحاول يشوف شو هي الهواية اللي صحيح. عندي فعلى ما يبدو مشي حال مع الموسيقى يعني. جميل جميل. طيب بما أننا نتكلم عن الأكورديون، هل الأكورديون يعتبر من عائلة البيانو؟ هو آلة نفخية يعتبر بتألف من منفاخ بيضخ الهواء وبيسحب الهواء. المفاتيح هون بتشبه آلة البيانو. هن الإيطاليين أول ما اخترعوا هذا البيانو فعملوا لوحة المفاتيح زي البيانو والأزرار البيز بالإيد اليسار عفوها مثل ما هي وبهالشكل هذا هيك. نعم. يعني مش بحاجة لا لكهرباء ولا بطري ولا شيء وسهل. نعم. الحمل يعني. فنان نائل، شو يعني أنواع الموسيقى اللي أنت دائما تحب؟ يعني هل الشرقية الغربية مدرستك يعني اللي تحبها؟ والله أنا بشوف أنه الطابع الغربي عطى حق للآلة أكثر من الطابع الشرقي كأكورديون. نعم. يعني. نعم. غير بقية الآلات. نعم. فالأكورديون حلو لما بتعزف عليه تانغو، بتعزف عليه فالس، بولكاش، يعني بعض الأنواع الميوزك بتلاقيها حلوة على آلة. كل آلة لها طبيعة معينة بتناسب الموسيقى طبعا. نقدر نسمع شيء من الجماليات هاي اللي موجودة. ماشي. نعمل شوية فيروزيات ما في مشكلة. أيه. ولو جميل. يعني فعلا المقطوعات جميلة. طيب نحن نبغى نعرف الأزرار ما شاء الله اللي على اليسار، يعني كثيرة هذه اللي بتتحكم في الصوت ولا في شو؟ هذول عددهم 120 باص. طبعا محددين، في بعض منهم معلمين، يعني أنا بلمسة الأصبع فيني أعرف وين الدو وين الري وين المي بلمسة أصبع. وفي حركة معينة نحفظها، مثلا هاي الحركة. الحركة واحدة؟ أي الحركة واحدة. فيني أعرف أي علامة موسيقية طبعا من غير ما أشوف طبعا. نعم. أنا اللوحة مش واضحة لي غير هون.
هذا الشيء. نعم. طب كيف ممكن صيانة الأكورديون؟ الأكورديون يعني لازم تفككها يعني كم؟ هو ما يحتاج صيانة يعني، بس يحتاج الاهتمام. اهتمام بس، ممكن الغبرة، ممكن ينفك شوي الغبرة إذا بده يتنظف من جوا بس. لكن داخليا بسيط كتير، عبارة عن صفائح معدنية بيهتز على الهواء، هي بتصدر الصوت بس. جميل. آلة بسيطة جدا يعني. جميل. عموما يعني شكرا لك على وجودك ويانا. نحن بعد بنختم ويا مقطوعة من عندك، لكن بعد ما نودع مشاهدينا، وطبعا كل الشكر لك الفنان نائل سعيد، سعدنا بوجودك اليوم. وأيضا مشاهدينا، نحن وصلنا لختام حلقتنا لليوم، نتمنى أنكم تكونوا في متابعتنا باكر بإذن الله تعالى في نفس الموعد. نتمنى لكم يوم سعيد. تقبلوا تحياتي مشاهدينا الكرام، ونترككم مع هذه الباقة الموسيقية ومع ختام هذه الحلقة، على أمل تجي فيكم إن شاء الله في حلقة جديدة ومتميزة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.